بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. في هذه الوقفة نقف مع التعليم والصحة. أيتها الأم الرائعة، إن وجود أم معلمة ومهتمة بصحة الأطفال تعني فرقا كبيرا بين الأبناء والأسر. ولو استقصينا الأبناء المتفوقون، الأبناء الرائعون، سنجد أن وراءهم أمهات حريصات. ولهذا فإني أشدد على هذه القضية. الأم إذا اهتمت بدراسة الأبناء وتحصيلهم ودرجاتهم وتفوقهم، فإن ذلك سوف يربي عندهم قيمة التفوق وقيمة العلم وكذلك الصحة. وإني أقول في يعني من المقترحات، أولا أوقفي الجوالات والألعاب الإلكترونية من بعد العشاء، وأفضل أن تكون الألعاب في الويك إند، مثلا يوم السبت أو يوم الجمعة، وأما أيام الأسبوع فليس فيها من هذا شيء. ممكن نسمح بالجوالات لمن عنده جوال إلى صلاة العشاء وإلى بعد صلاة المغرب، أما بعد ذلك تكون للمذاكرة وحل الواجبات. كل يوم ينبغي أن يكون وقت للاستذكار، تمام؟ ليس هنالك عذر. ينبغي أن يعلم الولد أن جزء من حياته هو هذا، أنه يتعلم ويحصل وينجح ويفرحنا ويتفوق. استعيني بغيره إن كنت لا تحسنين. بعض الأمهات لم تتعلم، فلا بأس أختك أو أخوك أو غيره أو مدرس خصوصي لو عندكم قدرة وغير ذلك. أهم شيء أن نؤصل هؤلاء الأبناء تأصيلا جيدا ونعلمهم تعليم يعني جيدا. اجعلي لهم مسابقات، اثنوا على المتفوق وشجعوا المتعثر، ولا تعيروا ولا تقارنوا، بل شجعوا الجميع حتى يكون هذا البيت بيتا متفوقا. بجانب الصحة احرص على الأطعمة، إن الأندومي تمام والمقليات والوجبات السريعة هي من أعداء الصحة. ولهذا عودي أبنائك على الخضار والفواكه، اهتمي بوجبة الفطور اهتمام كبير، ثم وجبة الغداء، ويعني وجبة العشاء تكون خفيفة. من الأمور المهمة البعد عن الغازيات وأشيعي. أولا ابدأي بنفسك، فعندما يراك الأطفال تشربين البيبسي أو الديو أو غيرها، فإنه من الصعب أن تقولي لهم أنها يعني مضرة، بل ابدأي بنفسك واعلمي أنه لولا خشية الإطالة لجعلت حلقة كاملة عن هذا الأمر، لأنه فيها توسيع للمعدة، فيها زيادة للوزن، فيها إرهاق لجهاز المناعة، فيها إضعاف للصحة العامة. ولهذا اجتهدي في طرد هذا يعني من البيت. عودي أبنائك المشي والحركة، إن المشي والحركة سوف يعني الكثير في الحياة. يمشون إلى المسجد، يذهبون إلى السوق. لو كان المدرسة متوسطة إلى 500 متر ممكن أن يذهبوا مشيا ويعودوا مشيا، وهكذا فإن هذا ليس فيه إتعاب لهم، بالعكس هذا سوف ينمي عندهم صحتهم ومفاصلهم وقوامهم، وسوف يرزقون الصحة والعافية. وفي الختام في هذه النقطة أقول إن تكامل الصحة وتكامل التعليم سوف ينشئ ولد وبنت متميز، وسوف يكون هذا في ميزان حسناتك، لا حرمك الله الأجر.